مساء الخير بابا. اهلا. لساته عم يضربها؟ ايه عم يضربها. بابا هو اللي عم يضربها مو انا. بعرف. صباح الخير. اهلين ام تيسير. يا اهلين وسهلين. ما قلت لك يا ام تيسير تبكري قد ما فيكي مشان بدي اعزل الصالون. والله ما صح اللي اجي بكي وجازي تاخر لطلع من البيت. يو شو بها وشك؟ شو بها عينك؟ جوزي مبارح دققني قتلي حشكو لبك نزل فيني مثل الأعمى التازة وهو عم بيقلي وين بيوجعك. الله لا يعطيه العافية. الله ستر عينك. الحمد لله الحمد لله. وين السطل؟ خليني بلش حتى خلص على بكير. صباح الخير بابا. أهلين. صباح الخيرات حبيبتي. بابا إذا سألتك بتجاوبني بصراحة؟ يا فتاح يا عليم شو شايف؟ فايقين على أسئلة من الصبح. بعدين في اللي بالعاده ما جاوبك بصراحه بابا. تفضلي. بس هو سؤال خصوصي شوي. وخصوصي كمان؟ شكلي. تفضلي حتى لو كان خصوصي بجاوبك. لما كنتوا عايشين انت وماما سوا كنت تضربها شيء؟ اضربها؟ انا اضربها بابا؟ بالافلام دائما بشوف انه الزوج عم يضرب مرته، فخطر لي اسالها كيف كنت انت وماما؟ هذا بالافلام حبيبتي. والافلام مو دائما صوره حقيقيه عن الواقع. بس في افلام فيها قدر كبير من المصداقية، مو هيك كنت تقول؟ هذا بيتوقف على نوعية الأفلام اللي بنشوفها بابا بعد ما ننتقيها، يعني العبرة بالانتقاء، ومو كل ما شفنا فيلم حيلا بيلا بنقول عنه صورة حقيقية عن الواقع. يعني بالواقع في رجال بيضربوا زوجاتهم ولا لا؟ في بابا في، إلا ما يلتقى. وأنت منهم ولا لا؟ بصراحة ها؟ أكيد لا بابا، يعني معقولة تتخيليني كنت أضرب أمي؟ معقولة تتخيلي أبوك رجل لا حضاري لهالدرجة لك بابا؟ يلا حبيبتي يلا خلينا نفطر. الله يعطيكي العافية يا أم تيسير. الله يعافيكي. يو شو بوشك؟ شو مطروعة؟ لا ماني مطروقة، بس هذا جوزي الله يصلحه ويهديه، دق العيار شوي هالمرة. ضربك؟ ام تيسير كتري صوابين وكلورين قد ما فيكي لأنه الحيطان قلبة فحمة. شفتي وشها؟ الله يصلحه جوزها. الله يصلحه، قولي الله يكسر إيدي على العملة. منيح اللي إجت الضربة بوشي، لأنه لو لوالي إيدي أو كسرها كان انقطع رزقي، بقى قضى أخف من قضى، الحمد لله. يا أبو هشام حسب المادة الثانية من قانون الإيجار صار بحق للمالك بالعقارات المؤجرة للسكن أنه يطلب إنهاء العلاقة الإيجارية مشان يسترد العقار اللي مأجره، طبعاً مقابل أنه يعوض على المستأجر. آها يا عيني عليك، مقابل مبلغ بيعادل 40% من قيمة البناء المأجور شاغراً. مع مين عم يحكي كل هالساعات؟ هاي رقم السرير. لا بحسب وضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور. لك لا يا أبو هشام يا حبيبي، الكشف بتقوم فيه المحكمة. لحظة أبو هشام، لحظة إذا بتريد. إيه بابا نرى شو في؟ أنا آسفة إذا قطعتك عن شغلك، بس كان بدي آخذ رأيك بشغلة.
شو رايك نخلي ام تيسير تيجي لعنا بكره مشان تساوي لنا البيت عواض بعد بكره؟ لانه انا بعد بكره عندي عيد ميلاد وما بدي كركب حالي اثناء النهار. يا بابا يا نارا حبيبتي، انت صرتي صبيه وصرتي فيك تقرري هيك امور من عندك حبيبتي. ايوه بكره مو مشكله. لا بابا انا ماني معصب بس مشغول كثير. ايه رقت بابا رقت خلص. الله معك حبيبتي، مع السلامه. ايه ابو هشام، طبعا قضاة الصلح هن اللي بيفصلوا بدعاوى اجور العقارات وتقديرها والاخلاء وفسخ عقد الايجار وبطلانه وانهائه والتعويض عنه وكل الخلافات الايجاريه الثانيه. لا ابو هشام ما في مشكله، يا ميت اهلا وسهلا. الله معك. في مشكله استاذ؟ كان صوتك عالي كثير. لا حول ولا قوة إلا بالله، هدول الموكلين بيفكروا حالهم إذا اتصلوا بالمحامي وسألوا شي سؤال قانوني على التليفون بيوفروا على حالهم أتعاب الاستشارة القانونية بالمكتب. عفوا أستاذ، بس أنا برأيي بهالحالة إنه لا تجاوب واطلب من الموكل إنه يشرف لهون على المكتب. ما حلو بحقي بعد هالباع الطويل بالمحاماة إنه أرفض أعطي جواب على شي سؤال قانوني حتى ولو كان على التليفون. أنا مشكلتي مو مشكلة أتعاب الاستشارة، مشكلة هذا الإحساس بالتزاكي اللي بيعمله الموكل تجاه المحامي لما بيتصل فيه بالتليفون وبيطلب استشارة. شي بضحك فعلا. خير يلا يرضى عليك، صوري لي هالأدوارة هي وجيبي لي اياها. امسكي. ايه نارا بكره بدال بعد بكره؟ ايه طيب دقيقة لأسألها. ام تيسير؟ نعم. بتقلك نارا علاش إذا رحتي لعنده على البيت بكره بدال بعد بكره؟ بس انت قلتي لي بدك تبعتيني بكره لعند بنتك مجدة مشان ساعدها. بنعوض بنأجل مجدة لبعد بكره مو مشكله. ايه مثل ما بدك. ايه نارا ام تيسير بتكون عندك بكره. عاوزه شيء ثاني؟ سلامتك. الله معك، مع السلامه. مرحبا ماما. اهلين حبيبتي، كيفك ام تيسير؟ الحمد لله خير ان شاء الله. ام تيسير شبه وشك؟ هذا جوزها امبارح مطعميه قتل اكثر من اكل. ضربك؟ الله يسامحه. سمعاني هالحكي؟ الله يسامحه لك، الله لا يسامحه خاطركم. شو لوي؟ لا اخلقي من تعزيل هالبيت، رايحه عند فاتن قضي النهار. وكيف هيك ضربه؟ أول بإيدي بعدين بعصاية المقشة. شو؟ عصاية المقشة؟ بس الله قدر ولطف. أنت كيف بتسمحي له يضربك؟ يا أم تيسير أنت كيف بتمكنيه من حالك أصلاً وبتخليه يضربك؟ شو بيطلع بإيدي عليه؟ حقه. حقه؟ يمد إيده عليك ويشوه لك وشك وحقه؟ مو هو الرجال؟ إذا رجال بيكون من حقه يضربك؟ منين جايبة هالحكي؟ مين قال لك هالأفكار؟ يو الرجال عنا كلهم هيك، مو هن رجال؟ احكي لي كلمة ست نبيلة. كملي انتي شغلك ام تيسير، الوقت رح يتاخر. كيف تكمل شغلها وهي حاطه الافكار الغلط براسها؟ انتي يا ام تيسير كان لازم تروحي لاقرب مخفر شرطه وتشتكي عليه فورا. اشتكي عليه للشرطه؟ بلكي طلقني؟ لا ستي، ما كان طلقك، بس كان حرم يمد ايده عليكي مره ثانيه. ايش ما في شرطه بالبلد؟ ايش والبلد سايبه؟ ايش والثانيه كان قال عليك عينك؟ ماما ناديه عاوزتك شوي بالمطبخ. رجعت لك ام تيسير مشان نكمل حديثنا. انتي مالك ومال المخلوقه؟ ليش انا شو حكيت؟ رح تخربي بيتها للمسكينه، بتقولي شو حكيت؟ تصطفل منها لجوزها، بيقتلها، بيضربها، بيلكمها. انتي مالك حق تقوي براسها وتقلبيها عليه؟ يعني فكرك اذا اشتكت للشرطه عليه وطلقها رح ترتاح؟ يا امي انا من واجبي وعيها وقلا انه مو من حقه يضربها وانه في قانون بالبلد. ما شفتي عينها؟ هالحيطان قلبي مشحرة، هاي خامس مرة عم غير فيها الصبر. يعطيكي العافية يا أم تيسير. الله يعافيك يا رب. هاتي بابا هاتي. ألو ميت أهلا وسهلا بابا هشام. لا ما في مأخذة. يا أبو هشام الفقرة ب من المادة الثانية من قانون الإيجارات الجديد واضحة وصريحة بهالنقطة.
المالك ما بيحق له يلغي العلاقة الإيجارية إلا بعد 3 سنين من تاريخ نفاذ القانون. طبعاً هذا قانون جديد صادر ب 15 شباط 2001، يعني بدك تنتظر ل 15 شباط 2004. لا ما في مأخذة. ميت أهلا وسهلا بأبو هشام. الله معك. يعني في حدا بيتصل بحدا وقت الغداء؟ بابا صاحب الحاجة أرعن. يعني ما كان في ينتصل لبعد الظهر لحتى تروح على المكتب؟ مو مشكلة بابا، لا مو مشكلة. خبريني شو أوضاع السلطة؟ أوبا. طيب عظيم. تفضلي. الله يسلم هالإيدين ويعوض عليكي كل قرش بمية يا ست نبيلة. الله يسلمك يا أم تيسير. يلا خاطرك. بس لا تنسي بكرة عن النهارة ها؟ إن شاء الله، من عبكرة بكير بكون عندك. أهلين أم تيسير. أهلين أبو فاتح. شلونك؟ الحمد لله نشكر الله. شو بوشك؟ انطرقت بعمود كهرباء من غير ما تنتبه. عمود؟ عمود قد دلقه ما شفتي؟ خاطركم. مع السلامة. مع السلامة، الله معي. عمود؟ إن شاء الله خلصوا تعزيل. اطمن، خلصنا ورجعنا كل شيء لقرنته. حاكم صار لي فارقة من الصبح لحتى ما اشوف قدامي الكركبة والعشاء. الله شو هذا الفيلم بابا؟ هذا فيلم أجنبي ومنتقى هالمرة من مكتبتك تبع الأفلام. بابا هلا مو الأجانب حضاريين؟ بلا بابا حضاريين. طيب كيف حضاريين؟ وكيف الرجال يلي بالفيلم عم يضرب مرته؟ بابا انت مالك ملاحظة انك صايرة لجوجة ولحوحة واسئلتك كل مالها عم تكتر؟ مو انت بتقلي اسألي؟ مو انت بتأكد لي انه السؤال هو مفتاح للمعرفة؟ بابا السؤال مفتاح للمعرفة بس مو مفتاح للأفلام. حتى لو كانت ملتقات من مكتبتك الخاصة وفيها قدر كبير من المصداقية؟ بابا انت ليش بدك تصلي؟ انا بس بدي افهم شغلة وحدة، ليش الضرب؟ يا ميت اهلا وسهلا بام عزيز. يا ميت اهلا وسهلا. تفضلوا 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 ارتاحوا. بعرفكن غيداء بنت اختي. اهلين حبيبتي، كيفك؟ كيف صحتك؟ لا تساليها كيفها، وشها لحاله عم يحكي. خير من ايش هيك صاير وشك؟ من جوزها. ايده خابوطيه، اذا بيحطها على حيط بهده. ضاربك؟ ايه ما خلى فيني عظمي على عظمي، حاسه كل بدني مكسر. ونحن مشان هيك اجينا لعندكم. اهلا وسهلا. احكي انا ولا تحكي انت؟ ما بتفرق خالتي ما بتفرق. بعد هالقتله القاتوليه بنت اختي ما عاد بدها جوزها، بدها تتطلق منه. انا جسمي ما عاد اتحمل، لسه هو ايده والضرب. يلا يلا عفت حياتي معه وما عاد بدي اياه ولا باي شكل من الاشكال. اساسا انا صرت بكرهه، بكره اسمع اسمه، بكره اشوفه والمحه، كرهت حياتي من تحت راسه. ما خلص قطوع فاصوله بينه وبينه، قطوع فاصوله. طولي بالك يا بنتي. ومنين بتنشرب طولة البال؟ هذا صار له 3 سنين على هالحالة، دق المي وهي مي. هذا هيك ما بيفهم غير بلغة الضرب. ما دخلكم، خلصوني منه قبل ما يخلص علي. بقى يا ست نبيلة، ب
بما انه الاستاذ عادل كان وكيل جوزها الاولاني بدعوى التفريق، فبنت اختي حابه انه كمان الاستاذ عادل يكون وكيلها. يا ابو هشام، حسب الماده 5 من القانون 29 الخاص باخضاع المصارف لاحكام سر المهنه، ما بيجوز الحجز على الاموال المودعه بالمصارف الا باذن خطي من اصحابها، او لما بتصدر احكام قضائيه قطعيه بترتب حقوق بذمه المودعين. طبعا القانون 29 جديد، هذا صدر ب 16 نيسان 2001. 100 اهلا وسهلا ابو هشام، لا ما في ماخذه. الله معك، مع السلامه. هذا ابو هشام ما غيره؟ ايه بابا ما غيره. احلى يكون هو. والله بيعملها. الو، يا اهلا وسهلا نادية. مين ام عزيز؟ ايه تذكرتها. شو بها؟ شو صار ضاربها؟ قولي له يشرفوا لعندي على المكتب لك. يلا انا طالع فورا. الله معك، مع السلامه. مين ضربني؟ بابا على تدريب اللي بيعمله. بالاول كنت اقول لحالي معلش يا بنت، ضرب الحبيب زبيب، بس معه لا هو ضل حبيب وشراسته وغلاصته. ايه والله شغله عجيبه، يعني الشيء عجيب. يعني يا استاذ عادل شو بتطلق منه؟ مسألة مو مسألة طلاق او تفريقه بس. لكن شو؟ في ايذاء كمان، في ايذاء واضح جدا. طيب يعني بهالحاله شو؟ يعني بهالحاله بالاضافه لدعوى التفريق امام المحكمه الشرعيه، لازم ترفع دعوى ثانيه امام المحكمه الجزائيه بجرم الايذاء تطبيقا لاحكام الماده 540 و541 و542 من قانون العقوبات. وهي شو حكمها استاذ؟ والله هذا بيتوقف على تقرير الطبيب الشرعي اللي بناء عليه بتتحدد مده التعطيل عن العمل، وبالتالي بتتحدد العقوبه. الطبيب الشرعي؟ اخ يا عظامي. وهلا شو لازم نعمل استاذ؟ اول شيء لازم يصير هو تحريك دعوى الحق العام، وهذا ما بيصير الا بناء على شكوى المتضرر ذات نفسه. وانا جاهزه، ومن بكره بروح بشتكي عليه، بس وين؟ بالنيابه العامه. صباح الخير حبيبتي. صباح الخيرات، اهلين ام تيسير. صباح الخير استاذ عادل. صباح الخيرات، كيفك ام تيسير؟ من الله منيحه. شو بعيني؟ شو بوشي؟ هيك جوزي الله يصلحه ضربني كف بيسوي سوي. ضربك؟ الله يسامحه ويسمح عنه. وكيف سكتتي له؟ لك بنتي شو بيطلع بايدي احكي؟ اي كلمه بدي اقولها بده يطلقني، واذا طلقني رح صفي بالشارع انا واولادي. خليني قاعده ببيتي مستوره احسن لي. وحتى لو عم يضربك؟ لك بنتي بيضل هو الرجال، والرجال بالبيت رحمه ولو كان فحمه. مو هيك استاذ عادل؟ عم تيسير تاخر الوقت، شو رايك تبلشي؟ معك حق، رح بلش على بكير حتى اخلص على بكير. الهي يا نار يبعث لك رجال لا يمد ايده عليك ولا يضربك ابدا. يضربني الي؟ مو قلتي بدك تبلشي على بكير مشان تخلصي على بكير ام تيسير؟ معك حق. وين السطل؟ بالمطبخ. طيب. معقول انا بكره اتجوز رجال يضربني؟ شو يضربك بابا؟ بركي ان شاء الله بدي اكسر له ايده وحمله اياها وبعته لعند امه. يعني مشي الحال؟ ايه، انا عملت وكاله قضائيه للاستاذ عادل، والطبيب الشرعي حولني على دار الاشعه مشان صور بعد ما قدمت الشكوى. الله يهون لك طلاقك ويخلصك. والله لو كنت شايفه رجا من كل هالدعاوي كنت قلت امين، بس بدكم ضميري. كل شيء عم ينعمل هلا ما منه نتيجه. شو قصدك ام عزيز؟ صهري عادل مو لانه صهري، الكل بيشهد له انه محامي لامع وما في قضيه بتمر من تحت ايده الا وبيربحها. على سلامته الاستاذ عادل، بس مع هيك ما رح يصير طلاق. ليش عم تحكي خالتي؟ لانه انا حاسه انك لو بترفعي على جوزك مو دعوه 100 دعوه لا رح تحرمي عليه ولا رح يحرم عليكي. انا عم بحكي اللي حاسسته، وان شاء الله الله يخيب ظني. شو هالحكي يا ام عزيز؟ الدعاوي اللي رافعتها بنت اختك على جوزها بجوز تفوته على السجن، مو شايفه كيف مشوه له وشها ومكسر له عظام بدنها؟ الله لا يوفقك يا عبد اللطيف مطرح مالك قاعد يا رب.
جوزك اسمه عبد اللطيف؟ اي نعم. هذا لازم يسموه عبد الجبار. اتني ما تسمع اسمه بعد اليوم، وعيني ما تشوف وشه ولا تلمحه طول ما لي عايشه، يبعت له حمش وكرهانته، يخرب بيته ان شاء الله. ايه والله اذا ما بتطلق منه اليوم قبل بكره، ايه بدي موت طقيق. ومع هذا كله حدسي بيقول لي انه ما راح يصير طلاق. يا ابو هشام، يا ابو هشام، سبق وشرحت لك انه نقل ملكيه السيارات صار خاضع للقانون رقم 10 الصادر ب 17 شباط 2001. طبعا هذا قانون جديد. يا سيدنا يا سيدنا، بموجب الماده الاولى منه التغى العمل باحكام القانون رقم 4 الصادر بسنه 88. الك طبعا شو عم نحكي؟ لا ما في مؤاخذه. وانت بخير ابو هشام، وانت بخير يا سيدنا. ايه بابا، خلينا نكمل حديثنا. ليش شو كنا عم نحكي؟ كنا عم نحكي عن بنت اختها لأمك عزيز يلي ضربها جوزها. ايه بقى شو صار معها؟ بابا الله يرضى عليك تعفيني من هالاسئله. والله مليت من الاسئله والاستشارات القانونيه، الواحد بيجي على البيت لحتى يرتاح ولا حتى ينسأل طوال الوقت بجيب معه شغله على بيته. اعطيني شحاطتي بعدي. طولي بالك يا بنت اختي. ما شفتي الدكتور شو قال؟ قال انه شاكك مو متاكد. ايه بيقول متاكد بس شلبه الحقيقه قدامي. لا تستعجلي الشر قبل وقوعه، ما حل بالفعلات. تفضل استاذ، تفضل. شكرا. مرحبا استاذ. اهلين. كيفك؟ يا اهلا. انا عبد اللطيف سمعان، غيداء الدولي اللي بوكلتها ضدي حرمتي. تفضل. لحتى فوت بالموضوع راسا استاذ، قلت لحالي اجي لعندك لهون على المكتب منشان انهي كل شيء. ما فهمت عليك. يعني مشان هدول الدعاوى دفعتهم مرتي ضدي عن طريقك. شبههم. بدنا ننهيهم. كيف يعني بدك تنهيهم؟ يعني مثل ما بتنهوا كل الدعاوى. اوف بهالبساطة؟ ليش لا؟ الحرمة حرمتي، مالي وحلالي، وأنا مو ناوي طلقها. بقى خلينا ناخذ الطريق من قصيره وأريح. أنت شو عم تحكي؟ بتعرف يا محترم إنه مدة التعطيل عن العمل حسب تقرير الطبيب الشرعي تجاوزت العشرين يوم؟ وهي ممكن تكون عقوبتها 3 سنوات سجن غير الغرامة. أما فعلا هي سمعة الواحد بنحبس بس لأنه ضرب مرته؟ معقولة؟ فعلا سمعة. بعتقد إنه انتهى الحديث. ما بينتهي قبل ما حضرتك تنهي كل شيء. يا محترم لازم تعرف إنه أنت مقام عليك دعوتين، واحدة منهم للحق العام، فشغلك مو عندي هون بالمكتب، شغلك مع الحق العام. شو علي؟ شو علي أستاذ؟ بسيطة. تخلف. كنا بشي صرنا بشي. ليش شو قال الدكتور؟ قال لو ما بنت اختي اكلت القتله من جوزها واشتكت وحولها الطبيب الشرعي لدار الاشعه وصورت، لا كانت اكتشفت الكيس من اساسه ولا هم يحزنوا. ليش الكيس مو من اثر القتله؟ لا، الكيس له جواتها من زمان. قولي يا محلاها هلا، هلا الزراء فاشش، بس يوم القتله عيني قلبت هالقد قدها. يا لطيف. ايه مثل ما عم بقول لك واكثر. اهلين ام تيسير. بقامتك. شو بعينك؟ أفندي بعيد لعنك، سنحني كف مثل فراق الوالدين، وساعة سماعة. أيوه. آخ، ما بدي أوجع لكم راسكم بقصصي، وين السطل؟ جوا بالمطبخ. يا ربي يا معين. مسكينة، معقولة شو هاد؟ هلا بدي أفهمه، شو جاب أم تيسير لعنا على البيت؟ مشان تساعدني بالتعزيل. والله؟ وإمتى كنت تجيبي حدا يساعدك بالبيت؟ مو أنا اللي جبتها، أمي بعتت لي إياها. بعد ما شافت ايدي كيف قال بحواله من الشغل بالبيت شفقت علي. الحمد لله عم بشتغل برات البيت وجوات البيت وما لنا عاجبين، بس بدك مين يقدر؟ على هالحاله مفروض انت تكوني اول وحده تقدر. وعلى شو دخلك؟ على شو؟ الله بعت لك رجال لا بيمد ايده عليكي ولا بيضرك. بالله هذا اللي كان ناقص. ولك عم بمزح معك. متى بيخلص عيد الميلاد بابا؟ ما بعرف، بس أول ما بيخلص بدي أقول لك على الموبايل. ألو، أهلين أبو هشام. القانون رقم 5
إيه طبعا هذا خاص بإلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية. حسب المادة الثالثة منه بيتحدد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي بالنسبة لأصحاب المناصب ب 75% من الراتب الشهري. إيه نعم هذا قانون جديد صدر ب 29 كانون الثاني 2001. أبو هشام الله يخليك، والله ما فيني فوت معك بالتفاصيل هلا، أنا عم أحكي معك من السيارة سيدنا. لا ما في مؤاخذة أبدا. الله معك، مع السلامة يا أبو هشام. شو هالأبو هشام طالع لك بالسحبة؟ حمد زاكا بابا، خليه يتزاكا. شو بدنا هلا أبو هشام؟ إسماعيل شريط فيروز جديد، شغلة معتبرة. وامتى رح تطلع من المستشفى؟ ما رح اطلع لساوي العمليه واخلص منها. يلا الحمد لله اللي اجيت هيك. ايه انو الحمد لله، ايه قولي 1100 الحمد لله. ايه لولا هالقتله اللي طعماني اياها جوزي كنت ضليت على عماها، وكان هالكيس مدري شو عمل فيني. استفادات الله رحمه. مرحبا عبد اللطيف. شو ما في اهلا وسهلا؟ يا ميت اهلين وسهلين، منيح اللي اجيت. تعا قرب، ليش واقف بعيد؟ قالوا لي انك هون بالمستشفى، ليش شو طلع معك صحيح؟ خلي يلا الله يا عبد اللطيف، طلع معي كيس صغير بسفل المراره، ولو ما انت طعمتني هديك القتله وصورت كان الكيس ضل جواتي وانا مالي حاسه. بتعرفي ليش طلع معك هالشيء؟ لانك اشتكيتي علي هالمره. إيه كل مره كنتي تاكلي قتله وانت متمساكيت، ليش هالمره بدك تطرزي الفن؟ محاكم ونيابه ودعاوي وتفريق. الله لا يتوهنا رأي عبد اللطيف، تاه رأيي هالمرة. وهي وين تنصرف؟ ولا يهمك، حقك علي هالمرة. تعري لما قالوا ضرب الحبيب زبيب، ايه ما كذبوا. بقى ان شاء الله بتقبر قلبي بإيديك، ان شاء الله يسلموا إيديك على هالقتلة، ان شاء الله ما بحترمك يا عبد اللطيف يا ابن فوزية يا جوزي وتاج راسي. ولك انا انكتب لي عمر جديد بفضلك، إيه لو بشعل لك اصابيعي العشرة شمع، ايه ما بوفيك حقك تقبرني. يعني شو؟ ببساطة تنازل الشاكي بيسقط دعوى الحق العام، فإذا الست صفحت عن جوزها معناتها خلاص. كيف خلاص؟ يعني شو بدنا نكون ملكيين أكثر من الملك؟ إيه بس لسه المشكلة قائمة. أنو مشكلة؟ مشكلة العنف ضد المرأة، في رجال عم يمارسوا عنف فظيع مع نسائهم من غير ما يتعاقبوا أو يتحاسبوا. والله إذا كان القاضي راضي معناتها المشكلة بالنساء ذات أنفسهم مو بالرجال. لكن للأسف المرأة بمجتمعنا بتشتغل ضد حالها، يعني المرأة عدوة نفسها. والمرأة لازم أولاً تعرف حقوقها لحتى تطالب فيها وتدافع عنها. بس والله إذا كانوا النساء نموذج مكرر لهي بنت اختها لأم عزيزي اللي تراجعت عن الدعوة بآخر دقيقة رغم أنه كل الثبوتيات كانت لصالحها، عنها سلامتي. ولما بتكون المرأة نموذج من أم تيسير اللي استأجرت أنه ترفع دعوة على جوزها رغم أنه خلعها هديك القتلة خوفاً من الطلاق على مبدأ ظل راجل ولا ظل حيطة، معناها كمان سلامتي. بقى بهالحالة يا نادية خانم ما رح يتغير شيء بتاتا بوضع المرأة طالما هي خايفة ومستسلمة بهالشكل هاد، وطالما ما عندها أدنى معرفة أو علم بأبسط حقوقها قانونا. سبق شفتي هالكتاب هذا بحياتك؟ تفضل. الو صباح الخير عادل. اهلين ناديا. قانون الاحوال الشخصيه السوري مو امبارح عرفتك نسختي؟ بلا بس انا لازم لي اكثر من نسخه. بقى من انو مكتبه بيشتروا هذا القانون؟
شو هالنسخ كلياتهم؟ هدول مشان وصلون على اخواتي. هلا مو بيقولوا ابدأ بنفسك اولا؟ انا عملت اللي علي وقريت القانون، دور الباقي عليكم انتوا لانه الاقربون اولى بالمعروف. تفضلي ماما، هاي نسخة لك. عمتي هاي نسخة لك كمان. وانا كمان لازم اقرا القانون؟ طبعا، كل ست لازم تقرا القانون حتى تعرف شو إلها وشو عليها. شو الفايدة؟ الفايدة انه اذا كل النساء عرفت مقدار العنف اللي عم يتمارس ضدها بموجب هذا القانون وهي ما انا عارفانة، بلكي بينهز بدنها شوي، واذا انهز بدنها شوي بلكي بتنهز هالمياه الراكدة اللي مو من مصلحة اي رجل انه يحركها. بقى تفضلي. بدك يعني اقرا القانون لحتى ينهز بدني؟ تماما. وانا كمان لازم اقرا؟ طبعا لازم تقري. ياي قانون الاحوال الشخصية السوري. وانت كمان نعيمة لازم تقري. انا شو دخلني؟ شو مالك ست؟ بلا، معناتها من واجبك انك تقري. وانتو كمان لما رح تقروه رح تكتشفوا قديش الرجال بمجتمعنا عنيفين. يعني هلا بفهم من كلامك انه مالك عنيف انت التانية؟ طبعا عنيف، لانه قبلانه مرتضي بهيك قانون. يمكن مالك بعمره لا قرا ولا فتحه حتى. بس هذا ما بيمنع انه عنيف، ومو بس هو، مازن كمان. شو؟ سمعت اسمي؟ شو القصة؟ القصة يا استاذ انك عنيف. انا عنيف؟ كيف؟ بالقانون يا مريم. العنف اللي بيمارسه الرجل ضد المرأة مو معناته بس انه يضربها ويقتلها ويزرفيها بالمزربات، لا، ممكن احيانا يكون بفعل او بالامتناع عن فعل. يا ستي ممكن احيانا يكون بكلمة بتنقال او كلمة ما بتنقال بالوقت اللي لازم فيه تنقال. معك حق، احيانا الكلمة بتجرح اكثر من الكرباج. بس كيف ممكن بابا مثلا يكون عنيف اذا مو قاري القانون اصلا؟ لا جهل بالقانون، يعني مو عذر انه احنا ما بنعرف القانون، هي تعتبر من بديهيات القواعد القانونية. بس العتاب علينا نحن النساء يلي ماشيين على عماها ومو عرفانين الطيخة من البطيخة. تفضل. يعني طلع برهوم عنيف وأنا مالي درياني؟ مو بس برهوم عنيف، كلهم عنيفين، نجيب ومالك وعادل، حتى بابا كمان. أنا عنيف يا نبيلة؟ أنا عنيف يا جميلة؟ طلعت عايشة عمري كله معك وأنا مهددة بكل لحظة وبكل ثانية بعنف فظيع منك، بعنف إنك شي مرة تطلقني هيك بدون سبب وترميني برات البيت بدون ما يطلع لي عندك بالقانون ولا حق. ليك المادة 117 من القانون يلي عم تحكي عن تعويض طلاق التعسفي بتخلي الوحدة منا تطق خواصرها من الضحك. وساكت؟ إذا مالك سائل عن حقي أنا معك، على القليلة كان لازم تقول لا لهالقانون مشان حقوق بناتك عند أزواجهم. نارا خدي قري، وأي شيء ما بتفهمي بتسأليني عنه. لا تخافي علي، أكيد رح أفهمه كله. شو نسياني إني عايشة ببيت يومياً عم بسمع فيه تعابير قانونية واستفسارات قضائية بتخلي أي وحدة قدي تفهم القانون وتصير كأنها محامية بس بدون شهادة؟ برافو نارا. أنا عنيف؟ أما فعلاً هي سمعة؟ طبعاً عنيف، لأنه لا سمح الله لا سمح الله لو كان أولادي صغار مثلا وانت يعني بعيد الشر بعيد الشر يعني طلقتني، ما كنت تمسكت بالمادة 146 بحزافيرة؟ ما كنت أخذت مني مايا وهي عمرها 11 سنة؟ ما كنت أخذت ابني مازن مني وهو لساته ابن 9 سنين؟ لا ماما بليز بليز لا تتركي ماما عني بلا سؤالة. انت مو أنظم من أبوك، انت وأبوك أعنف من بعضكم. أما فعلا حديث لذيذ. يعني يا أبو مازن ما خطر لك شي مرة تغير شي بهالقانون كرمال عين بنتك على القليلة؟ مو أنت من تقدر وإيدك واصلة؟ أنا إيدي واصلة؟ أنا غير بالقانون؟ فعلاً بابا، بهون عليك أنا بكرة أتبهدل وما لقي قانون ينصفني؟ هلأ أنا ماني فهمان ليش عم تحاكيني بهالعنف؟ لأنه العنف بيولد عنف. وين العنف قاعد؟ هون بالقانون. وأنا شو دخلني بالقانون؟ كيف شو دخلك؟ ما هو هذا القانون اللي عم ينظم كل حياتنا من وقت نكون ببابي صغار لحتى نكبر وننضرب على قلبنا ونتجوز ونتطلق كمان. ايه ستي، وقت منتطلق تبقي حاكيني بالقانون. وقت منتطلق؟ يا حسرتي عليك يا سوسو. وشو دخل سوسو بالموضوع؟ رجليها بالفلقة مثلي، بكرة إذا تجوزت وما توفقت بجوازتها رح تنهضم كل حقوقها مع جوزها مثلها مثلي، ولا قلبك مو على بنتك كمان؟ يا ريت خالتي نادية لا جابت هالقانون لا قرته ماما وما سمعنا هالنقار. طبعاً ما بدك ماما تقرأ وما بدك أي وحدة بالعالم إنه تقرأ مشان تضل محافظ على مكاسبك وما يتهدد وضعك القانوني كرجل. أنا؟ طبعاً. ليش أنت شو مفكر؟ أنت عنيف مثل بابا وأكتر لأنك حابب تستفيد من أحكام قانون صار له 30 سنة أكل عليه الدهر وشرب،
مع انك لساتك شاب والمفروض فيك انه يكون عندك حب التغيير والتطوير. وليه علقنا؟ صدقيني يا شادية، انا ما كنت بعرف حالي عنيف لهالدرجة بصراحة. بعدين انا ما كنت بعرف انه هذا القانون رح يورطني ويحطني بموضع الشبهات. صدقيني. على كل حال كل شيء انكشف وبان. كون بعلمك انا ما عاد اقدر اكمل حياتي معك لانه حياتي مهددة بالعنف من كل حد من وصوب. على كل حال انا مو عتبان عليكي، انا عتبان على عديلي عادل المحامي اللامع اللي نايم على هيك قانون كل هالسنين ومنتم ساكت. كلهم كوم وانت كوم. انا؟ طبعا، لانك بالحقيقة طلعت اعنف واحد فيهم. طولي بالك يا شيخة. انا؟ طبعا انت. انت المحامي رجل القانون المثقف الحقوق العتيد. انا هلأ عرفت ليش المرة ببلادنا لما بتاكل قتلة من جوزة حشك ولبك بتحط ملح على الجرح وبتسكت. طبعا، لانه اذا اشتكيت ممكن تتطلق، واذا اتطلقت معناها رح تتمرمط لانه ما في وراها قانون يحميها وينصفها لا بنفقة مثل العالم إلا ولولادها ولا بسكن يقويها ويسترها ولا هم يحزنون. بس ما كان العشم يا عادل، ما كان العشم. معقول كل هالسنين ما خطر لك تزيد حجر بهالبركة؟ كل هالسنين وانت عم تطبق قانون ممكن بيوم من الايام يظلم احب الناس لقلبك اللي هي بنتك؟ طيب ما فكرت فيها؟ ما فكرت بمستقبلها؟ ما خطر لك انه ممكن بيوم من الايام تكون مهددة بطلاق تعسفي او حتى بنزع حضانة؟ عموما نارا صارت بصورة الوضع لاني سلمتها نسخة من القانون. خسارة، عن جد خسارة. بس طولي بالك علينا، يعني على الاقل المتهم بيعطوه حق الدفاع عن النفس. على كل حديثك مو معي، مع نارا. هي اللي رح تقاضيك هالمرة، بقى دافع عن نفسك قدامها مو قدام. ما شربتي قهوة نادية؟ زري شو جايب لك معي؟ قالب بوز على فريز، بس شي لذيذ جدا. ها لحطه هلا بالفريزر عبين ما نتعشى مشان ما يدوب. وهي حطينا البوزه بالفريزر، شو رايك بابا هلا نحضر العشاء؟ نهار ليش ما عم تمتع التليفون؟ الو؟ ميت اهلا وسهلا بابو هشام. لا اطلاقا ما في اي مشكله. يا ابو هشام، بموجب القانون 28 الصادر ب 16 نيسان 2001 صار في امكانيه لانشاء مصارف خاصه من شركات مساهمه مغفله او شركات مشتركه مساهمه مغفله سوريه. والله كل شيء بهالدنيا عم يتغير يا ابو هشام. الله يزيد ويبارك، هذا كله لمصلحة البلد. لا لا ما في مؤاخذة. الله معك، مع السلامة. ما شاء الله. على شو بابا؟ لا تخافي، أبو هشام بس بيستشير، لو كان بيدفع على هالاستشارات كان أبوك هلا ريش. بابا أنا ما عم بحكي على أبو هشام، أنا عم بحكي عن هالقوانين كلياتها الجديدة. قانون 29 اللي بيحكي عن إخضاع المصارف لأحكام سر المهنة، وقانون 10 الخاص بنقل ملكية السيارات، وقانون 5 تبع إلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية، وقانون الإيجارات، وأقدم أقدم قانون فيهم هو كان تاريخه بشهر واحد بسنة 2001، وهذا كلياته منيح لمصلحة البلد مثل ما عم تقول. بس هذا شو؟ يا هل ترى متذكر امتى كان اخر تعديل بهالقانون؟ ومتذكر انه من سنة ال 75، يعني من قبل ما اخلق انا بكثير، ما تغير فيه ولا كلمة؟ بس بابا، انت عم تحاكيني وكأني انا المعني بتغيير القوانين. إذا ما كنت أنت معني، مين المعني لك؟ يا بابا يا حبيبتي، المحامي مو هو اللي بيغير أو بيعدل القوانين. هي مسائل معقدة وإلى إجراءات طويلة عريضة، إلها علاقة بالسلطة التشريعية بابا. وبتاخذ وقت طويل قبل ما التشريع ينشر بالجريده الرسميه ويصير قابل للنفاس. وهذا كله بابا بكره بعد ما تاخذي البكالوريا ان شاء الله وتفوتي على كليه الحقوق رح تدرسي. بس هذا كله ما بيعفيك من انك بالحقيقه العنيف رقم واحد بالعائله. انت عنيف، فظيع،
قلت لكم من الأول ما رح يصير طلاق، ما صدقتوني. وهلأ وينها هي؟ طلعت من المستشفى رأساً لعن جوزها بعد ما عملت العملية الحمد لله. إيه الله يوفقها. بقى أنا ممنونة فضلكم، وبصراحة مخزية من الأستاذ عادل. وليش الخزوة بقى؟ لأنه ركض كل هالركض على فاشوش، بس أتعابه محفوظة. هلأ مو هذا المهم. لكان شو؟ يا ستي بدي اهدي نسخة من هالكتاب لبنت أختي. تفضل. بس قبل ما تعطيها يا أم عزيز بدي إياكي أنت تقريه وتقولي لي بحدسك الخاص، في أمل إنه يتغير أو يتعدل أو يتطور؟ والله يا نادية الطشاش مو باين له ضو بنوب. ومن هون لهون أم عزيز؟ الله أعلم. بابا نارا تعي حبيبتي تعي تعي. شوفي بابا، هي مجلة المحامي وأنا صرت كاتب فيها كذا مقال حول ضرورة تعديل بعض المواد بقانون الأحوال الشخصية السوري. مثلاً بابا بهذا العدد أنا كاتب مقال عن الطلاق التعسفي، وبهذا العدد كاتب مقال عن سن الحضانة، أما بهذا العدد بابا فكاتب مقال عن زواج الحاضنة، وهون كاتب مقال حول مسكن الحاضنة لسه منتظر دوره بالنشر. لا تحاول تبرئ حالك، ما في نتيجة، لأنه العبرة بالنتائج مو بالمقالات. بقى قوم وصلني بسرعة أحسن ما أتأخر. لو بدي وصلك بابا؟ عالبيك كافي، خالتي نادية عازمة الكل هنيك. بس أنا ما عزمتني. خالته نادية عازمة بس نسوان العيلة، أما الرجال ما لهم معزومين. أوف، وشو المناسبة بقى؟ حديث خاص، بقى قوم كمل لبسك ووصلني. شو يا جماعة؟ خلينا نفوت أحسن ما نضل واقفين هون. بس شادية نبهت إنه القعدة نسوانية بحتة. أخي حتى ولو كان، نحن بنقعد على الطاولة لحالنا. صح، بهيك حالة بتصير قعدتنا رجالية بحتة. خلصونا بقى، خلينا نفوت. تفضل جدا تفضل. فظاعة شو صايرين عنيفين هالنسوان. هلا قالوا لي نحن وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ يعني بالشارع. عظيم، بشو حاسين؟ عادي. يعني بشو بدنا نحس؟ أوكي. حاولي. يلا. عملوا حالكم مش عارفين ولا عارفين. عملوا حالكم مش عارفين ولا عارفين. وهلا قولوا لي نحن وين قاعدين؟ وين يعني قاعدين بالمطعم؟ اها. وبشو حاسين؟ عادي. بشو بدنا نحس يعني؟ هلا جايبتينا لهون مشان تسألينا الأسئلة بلا طعمة؟ لا، أنا جايبتكم لهون مشان نتذكر سوا إنه من حوالي 70-80 سنة كان مجرد خروج النساء للشارع أو جلوسهم بالأمكنة العامة هو أمر نادر الحدوث، إلا بالحالات القصوى وتحت الرقابة المشددة. مشان هيك لازم نتذكر إنه خروج المرأة للعمل ومشاركتها ببناء المجتمع هو تتويج لصراع مرير خاضوه بعض النساء اللي كانوا قبلنا لحتى وصلونا للنتيجة إنه نقدر نمشي فيها بالشارع ببساطة، بعد ما كان هالفعل البسيط يلي أنتوا استسخفتوه قبل شوي كان مجرد حلم مستحيل لكثير من النساء قبلنا بوقت من الأوقات. شو محاضرة؟ بدك تقول هيك شيء. مشان هيك نحن هلأ مجتمعين مشان نأكد على أساسيات من أهمها إنه نحن لازم نخطي خطوة لقدام بهالطريق اللي مشيو ستي وست ستي، مو نرجع 10 خطوات لورا. صح. مع العلم إنه المنطلق الأهم بالموضوع هو نعم للحرية لا للإباحية، نعم للحرية لا للفلتنة، نعم للحرية لا للعنف. شرفوا، رجعوا فتحوا سيرة العنف. وين عمي؟ جدو. بعدين. لا. بعد هيك جدو. قد عليك نبيلة. قد عليك أحسن ما مارس عليك العنف بطريقة ما شفتيها بحياتك. على مهلك على مهلك، رح أزح لك الكرسي. شبنا. برافو عمي. هذا جنس ما بيجي إلا بالروزة. شو عمو؟ شو الروزة؟ بعدي لي فاتن زفريدي.
أهلين مالك. شو مجدة؟ هات كرسيك وتعا. بعدولي. أهلين أبو رامي. أهلين. هلا وقفت عليك حبيبي؟ تعال تقبرني، تعال اقعد جنبي. يلا جاي يا حبيبي قلبي، بعد شوي مازن معي. انا ابرأهم عنفا صدقيني يا شادو. ونحن خلينا نقوم، انت بتروح شفاعة ابوك، انا بروح شفاعة بابا. عديل؟ مدري ليش هيك تذكرت بيت الشعر تبع طرفة بن العبد اللي بيقول: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. هذا لأنك عنيف. فعلا أنت عنيف يا عادل، لازم تخفف العنف يا أخي. شو بابا نارا؟ جيب كرسي وإجي ولا لا؟ لا. إيه؟ شو علي؟ بابا ليش اجيتي؟ خليكي معهم ضدي. ما اجى من قلبي، بس انا عنيف. انت بابا الحنون والرايق، بس للاسف القانون اللي عم تطبقه هو العنيف. مشان هيك انا ماني مصدقه امتى اكبر وادرس حقوق لحتى اخطي خطوه لقدام طريق ستي وست ستي وعدل بهالقانون. وهي مسؤولية المحاميات مو المحاميين على كل حال. إن شاء الله بابا، إن شاء الله بتكبري وبتصيري صبية ومحامية وبتقدري تغيري القانون. المستقبل قدامك بابا، نحن اللي بنقدر نعمله عملناه.